رقم سحري للبيع حققته شركة سامسونج أكبر شركات صناعة الهواتف النقالة، يمنحها قوة إضافية في منافسة عالمية شرسة تخوضها الشركة. فبعد 5 أشهر فقط من عرض الشركة الكورية لهاتفها جالكسي S3، وصلت مبيعات الجهاز إلى 30 مليونا خلال هذه الفترة فقط. 20 مليون جهاز تم بيعها في الأشهر الثلاثة الأولى، ثم 10 ملايين آخرين في الشهرين اللاحقين، وهو معدل رأى فيه مسؤول الشركة دليلا على نجاحها المتصاعد، حيث أن النسخة السابقة جالكسي S2 احتاجت 14 شهرا كي تحقق هذا الرقم من المبيعات. هذا النجاح ضمته الشركة إلى نجاح مماثل في مجال أجهزة التابلت، حيث أعلنت سامسونج أن مبيعات جهاز الجالكسي نوت 2 وصلت إلى 3 ملايين في 37 يوما فقط من طرح الجهاز في الأسواق. ويرى كثيرون في إعلان سامسونج عن هذه الأرقام رسالة قوية إلى المنافسين، خاصة شركة أبل التي طرحت مؤخرا هاتفها الذكي آيفون 5. ويتوقع مسؤولون في سامسونج التي تتخصص أيضا في مجال صناعة التلفزيونات وغيرها من الأجهزة المنزلية أن ترتفع أرباحها في الربع الأخير من العام الحالي عن أرباح الربع الثالث بنسبة تقترب من 5%، بفضل جالكسي S3 وجالكسي نوت 2.